اولا وقبل كل شيء احنا ما درنا لا عرس ولا والو. دراري عطونا شويه ليسباس الله يجازيكم بخير، عطونا شويه ليسباس يا شباب. بانني انا ما بغيتش ننتهر. ارجعوا شويه الله. واش عمرنا ما شفتش واحد باغي ينتهر وفرحان؟ فوالا. نزار انت ما كنتيش باغي تنتهر؟ انا ما كنتش باغي نتهر. فين ضربك في مكناس ولا في خميسات؟ هادوك غادي نرفع بهم دعوة قضائية. علاش؟ وانا كنبغي مراتي باغيني باش نطلق منها. انا هاد الضرب هذا غير كيخليني نزيد نبغيها. وانا كنشكر بلاتي واحد البوليسي هنا كاين في مكناس بدون ذكر الاسم ديالو، ولكن الاب ديالو شاد لي السميه ديالو. هاد البوليسي لا ذكر لا بالعربي، بغيت كاع المغاربه يدعوا معاه بالرحمات، لان ذاك السيد في مكناس انا ملي ضربني هذاك بيضه في مكناس ذاك السيد وقف معايا في السراء والضراء. تحياتي من هذا المنبر، نحيدوا هاد السيد هذا. ندوزو للبلان ديال الخميسات. هذوك ثلاثه عايروا لي المدام، واش انا عباد الله غادي نشوفو معايري ليا المدام وغادي نسكت؟ مراتي على سنة الله ورسوله، وما نسمحش شي واحد يعيرو يقول شي كلمة ولو قد هكذا. انا نقدر نبان لكم كنضرب بهذه الطريقة هذه، ولكن على قبل مراتي غادي نفني راسي. هادشي كيخليني نزيد نبغيها. شنو هي المتابعة؟ نعم هذا شنو المتابعة اللي ما كاين لا متابعة ولا والو. الناس كيتسحب لهم درنا العرس وحنا ما درنا لا عرس ولا والو. عمركم شي عرس؟ لا عرس عادي سبورتيف. حنا درنا اشهار. عمركم شفتوا شي واحد باغي يتهرب؟ فين ضربك؟ فين المدينه؟ في مكناس ولا في خميسات؟ لا في خميسات. في مكناس ذاك اللي دار لي هذا البلان هذا ملي ما دعيتوش كلشي باغي يزعم، ولكن بيني وبينه القضاء. نعم. اي واحد غادي يزعم غادي نتابع متابعه قانونيه. بالظبط. بدون تعليق. اللي بان لي على قبل البوز راه واش هادشي على قبل البوز؟ واه كنشوف انا كليت وطلعتني الصافي. شنو يعني؟ متفقين مع الصافي قلنا نطلعي. نزار حنايا رغم انك رغم الاختلاف رغم كلشي حنا ضد اي واحد يتعدى على شي حد واي واحد يمد يديه على شي حد. شنو انت يا رساله لهاد الناس اللي تعداو عليك والناس اللي يعني بحال اللي تعطات؟ بلاتي بلاتي بزاف ديال الناس كيتسحب ماشي تعداو. دابا البلان انا زادني النفس من جهه المدام، فهمتيني؟ الناس كيشوفوا ديك الشخصيه كيفاش كنتصرف في السوشيال ميديا، كيتسحب لهم ديك الشخصيه كنتصرف حتى في الواقع. انا راه نفسي عزيز، انا ما بغيتش شي واحد يدير معايا هكا ولا هكا. انا نقدر ندوز رجلي غير مثل ما، ولكن حتى المدام خط احمر. اي واحد غادي يجبد المدام غادي يلقاني انايا، وانا غادي نضربهم غير بالقانون. عندنا احسن قانون احسن سلطات. البوليس ديال الخميسات داروا الخدمه ديالو بمعنى الكلمه، وانا كذلك يعني لا خط علينا السلطات. الله يطول لنا في عمر سيدنا. بالنسبه لنا هذا سمعتها كتقول لك غتطلقك وانت على حساب تحياتي ليك. اشكرتك والله الا شكرت. بالنسبه لنا هذا سمعناها كتقول لك يعني من بعد ما انا كلشي ولا كيتعدى عليك بسببها هي غتطلقك. بلا تفهم دابا البلان ما فيه. كيفاش دابا البلان ديال التعدو؟ كيضربوني بنقطه الضعف ديالي. يعني كيجبدوا لي المدام. انا ملي كيجبدوا لي المدام ديك الساعه ما كنبقاش انا كيف ما انا. مالك اخويا ما مالك يا اخويا. انا مازال كنت شي واحد مدلول جبد ديال المدام ما على باليش نمشي للدار عادي، ولكن اي فوا كيجبدوا المدام صافي كنسهر، فهمتيني؟ مع انني ما كنخدمش ايديا. بنادم اللي كيشوفوني انني كنهضر هكا وكنهضر بزاف، انت براني وجاي طالق علينا هنايا. واخويا راك جبدتي لي المدام امه ولادي، راه عندي بنت وحده سميتها دينا الله يخليها لينا. واش كان شي مشكل؟ واش انا قلت عجب فيها العيب؟ كضرني النفس على مراتي انايا. راه الواحد يموت على دارو ولا على بلادو ولا على ولادو. انا كنموت على مراتي وهادشي كيخليني نزيد نبغيها، وما كايناش شي قوه اللي غتخليني نفوت مراتي عمري غادي نطلقها، ولو هي تبغي تطلق مني غادي نروب للمغرب على خدو باش ما غاديش نطلق انا وياها. تزوج وهذا اللي غادي يطلقنا غادي نتابعو بمتابعه قانونيه. مراتي وغتبقى مراتي وغتموت مراتي لاخر مره. ما كان لا عرس ولا والو. العرس اولا العرس كيكون في القاعه كيكون بالكوستيم باللبس، وما كاين لا عرس ولا والو عباد الله. ومراتي مشات دير اشهار. يلا نزار كنا 8 ديال الناس. عمركم شفتوا شي عرس في الدار؟